واحدة واحدة افهمكم حاجة. اللي احنا فيه ده دلوقتي عشان يروحوا يجيبوا اللي انا جبته. عبد الغني جه عمل كبسه على حمدي المرغني، بس خليني اقدمه بما يليق. انا اتفرج على الجون بس استمتع يا نجم الكره المصريه. ايه سهلا عبد الغني اهو اهو اهي اهي ده جايبينها من اول ليه؟ ما هي لا ما تقلقيش حمدي قالك ده تاريخ. انا ما بعرفش حاجه في الكوره وبتكلم في الكوره. ما لسه انا قلت انا صريح. طب امال بتتكلم ليه؟ انا سامع انك لخبطت شويه. لا 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 ما اقدرش. مش كفايه انك انت عامل اعلان عشان تاخد فلوس من الناس؟ انا والله دافع ضرايب. يعني عامل اعلان ضرايب؟ يعني الناس كرهاك اصلا؟ لا 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 كابتن مجدي جاي سخن جامد. عايز اقول لحضرتك اولا رفقا، عارف ده جيل ده لما انت دخلت الجون ده كان هو عنده سنتين بس. فهو بتهزر؟ اه والله. سنة اعلاني هيتعرض شهرين بس. انت؟ اه مش هيقعد طول العمر. ما هو قاعد اهو. ده هي دي الميزه. ما دي الميزه. صفر سوريانو ومجدي عبد الغني وضرب الجزاء وكورة جول 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 جول. هدف التعادل للمصريين، هدف التعادل للمصريين في الدقيقة 40 في الدقيقة 38 من الشوط الثاني. كلل الله مجهودات المصريين في النجاة بهدف التعادل في الدقيقة 38، وهذا التعادل هو نتيجة جهود كبيرة طوال هذه المباراة.